لكن قلبي ما قدرتش. هاد الأمة أنا نحبها ننتمي ليها، وتغيظني ما يحز في قلبي، بالعربية اللي يفهمه سكين في لو بلوس مالو كور، ما يحز في قلبي أنه الشعب اللي أنا ننتمي ليه فيه ما بابا جدودي خاوتي ولاد خاوتي اكسترا، يستغل من طرف استعمار قاتل جينوسيدار. وانا على بالي ونشوف ونتفرج، لازمني نحضر، كون ما نحضرش ننفجر. يفوق جو ميكسبريم سينون جو في اكسبلوزي. جماعه اللي ماني في الطوموبيل ما نقدرش نخلي كومونتير، شتي اوبليجي ندير لايف برا باسكو الله غالب مازال ما حكتش للدار. لازم ننفجر، لازم نهضر، ما نقدرش نسكت. دين الرب ميش ببا متار. لازم الناس يفهموا هاد الارض هادي اللي زدنا فيها اجمعها هاي ارض مباركة، ماشي من عند بولحية وصحاب السواك واللي كحلوا عينيهم كي البيطاسات ارض مباركة من رب العالمين، عطاها كلش، عطاها البترول، عطاها الغاز، عطاها اليورانيوم، عطاها الذهب، عطاها الاراضي الفلاحيه، عطاها حتى ان النساء نتاعنا الحراير نتاعنا عندهم قدره على الانجاب. يعني انا نفتخر في الصح لما نشوف عائله جزائريه عندهم 6 و8 اطفال. دوك ناس يضحكوا هذوك الكوافه هذوك اللي تبعوا لا ديموكراسي اي لو موند اوكسيدونتال، نعدين ربكم ولا رب لو موند اوكسيدونتال نتاعكم. على بالكم لو موند اوكسيدونتال يمد دي بريم على الاولاد، تحوسوا تحددوا النسل تاعنا حنا ولا ريشاس. الغنى الحقيقي تاعنا هي الاطفال اللي تنجبها نساء الحراير. كي نقول الحراير يا جماعه ما تخلطونيش مع زيطوطه باش نتفاهموا، جامي تخلطوني مع كلب الماء هذاك، مع بغل جامي تخلطوني باسكو تعتبر ليا انايا اون انسولت، راكم تسبوا فيا. انا لما نهضر على المراه الجزائريه اللي هي اختي، اللي هي ما، اللي هي بنتي، اللي هي بنت خويا، بنت ولد خالتي اكسترا. انا نفتخر انه عندنا طاقه انجاب، معناتها عندنا قوه انسانيه. لي شينوا يقول لك اني ريشاس كو دوم، يعني شنو يقول لك؟ الغنى غنى الرجال، كيقول لك الرجال هما يضموا الرجال والنساء، يعني غنى الانسانيه. يجيو ناس يقول لك عندكم لا ديموغرافي غالوبونت تقتل ليكونومي، نعدين باباك كي عاد تقتل ليكونومي، علاش انت تشجع في الولادات عندك؟ نو ما تقتلش ليكونومي باسكو راك خايف انه قدرة الانجاب نتاعنا راح تخلق قوة انسانية حقيقية اللي راح تكون غنى للدولة تاعنا وحتى اثراء للدول الخارجية. دونك المنطلق الحقيقي تاعي انا كمناضل حر، ما ننتمي لحتى حزب سياسي. غلطنا كي خلقنا حزب سياسي، غلطنا كي درنا الكرية، غلطنا كي درنا لو سيران، غلطنا كي درنا لو جون. اربع غلطات. واحد يقول لك تقول غلط دونك انت قادر تزيد تغلط. نقول له نعم تعلمت من الاخطاء نتاعي. درك انا من انصار اولا القياده الموحده حول ديكتاتوريه موحده حول شخص واحد حامل لي برنامج ينفذوا. الباقي بكل عندي ما عنده حتى معنى. واحد يقول لك دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية تاع اختك. سراق لابس كوستيم وسراق لابس توني ميليتار، ما هو الفرق بيناتهم؟ في زوج سرارقة. قال له واش تخيف الكلبة؟ قال له كل بنين كلاب. مثلا دولة عادلة قانونية. هذه تقضي على كل الاحتيالات. لي سوبرشوري عند لو بوبل الجزائري. دولة عادلة قانونية حتى وتكون دولة كيما نقولوا حنا قبيحة أو دولة دور
je ne sais pas trouver le terme maintenant. لكن دولة عادلة كي نوض أي مواطن يروح لأي جهة من الجهات الإدارية يطلب الحق نتاعو، لكان عنده الحق راح يديه حتى يكون يوقف في وجهه رئيس الجمهورية. هذه الدولة التي نصبوا إليها، هذه الدولة اللي حوسوا عليها احنا، الدولة العادلة القانونية، مش هي الدولة المدنية. شكون المدني هذا؟ شكون المدنيين هذو اللي يهضروا عليهم؟ تعرفوا شكون؟ الإخوانجية والأئمة والتراكة والقطريين. الدولة مدنية تاع ماتكم، باش نجيبها لكم من الاخر، اللي يهضروا لكم الهضره هذه. دولة الجواري والغلمان، الجارية تعرفوها، الغلام بالك ما تعرفوش، عند روحكم اللي يسربي القهوة. لا لا، الغلام يخدم دور الجارية. هذه الدولة حوس عليها كلب الماء هذاك تاع الانجليز، زي طوطي كومباني وصحابهم لي زيسكرو بوليتيك، وتبعوا فيهم بمئات مئات الالاف. وميريتي البطاطا ما تاكلوهاش، والقمح دركتو اللي ما تاكلوهش، كلوا الحشيش. يعود بينكم وبين السوارة الفرق انه السوري كي يتنقل يخاف، انتوما شويه شويه تنقلوا بين بواط دو نوي وديسكوتيك، لقيت بلاصتك طير خبزتك فقط. انا في المنطلق نتاعي ربما نصدم الناس، لكن انتوما الناس اللي كي نهضر انا تنصدموا، يعني بوفو يطيح الهضره، يسب الشعب. تكملوا في العقليه هذه، كيما واحد اللي داخل فيه العمود هو يقول ايا لاباس، او خارج لك على مخك ايا لاباس، ام داروك باتي دفولاي الكلاب ايا لاباس، ابا نقعد في لاباس. انا تاني ماذا بيا نكون من الناس، ماشي اللي يوليو باتي دفولاي، من الناس اللي يحولوك باتي دفولاي، لانك تستهل تكون باتي دفولاي. بيان سور انا نهضر على الشعب الحي، ما الشعب الميت هذوك بولحيا والقناضر، ما نهضرش عليكم خلاص، ما نهضرش عليكم خلاص، نتوما ما نهضرش عليكم خلاص، باسكو نتوما تعتبروا جرتوما فيروس، فيروس في المجتمع. سي غراس اوز اسلاميست كو لو بوفوار الجيريان تيان، والله لو نيو كولونياليزم تيان. يعني نتوما القناضر والحي، انتو هما اللي خليتو النظام هذا يستمر. برك قال لك السلفيه والمدخليه وجو سي با كوا، شوفوا هذو لموا ربهم كل كيما راهم، وقول لهم على بالكم باللي في اليوكران كاين جماعه مسلمين، اي انو الجهاد تراش، اي اسيدي روحوا جيبوا ولادكم اللي راهم في اليوكران، هزوا طيارة وروحوا جيبوا الناس.